موضوع ان الحالة 85 سنة يعني راجل كبير جدا في السن مسن وقع اتزحلق ووقع كسر الحوض بتاعه اتكسر ودوه القصر العيني. القصر العيني طلعه ان هو عمل بعد ما عمل الاشعه قالك مفيش اي حاجه يروح البيت يرتاح ياخد مسكن ويرتاح بعد يومين ثلاثه يبقى كويس. قعد اسبوع في البيت الوجع بدا يزيد بدا يصرخ جامد واضطريت ناخد الاشعاعات لوحديها واوديها مستشفى العجوزه. مستشفى العجوزه شافت الاشعاعات قالت ده كسر في الحوض ومحتاج عمليه ضروري. لما عرفوا ان عمره عنده 85 سنه ما رضوش يقبلوه تمام. لما قعدت محتار مش عارف اعمل ايه قال لي طب اديني ادفع 2500 جنيه وهنحجزه عندنا لحد ما يجي دكتور يشوفه ويقول لك اه ينفع يعمل عمليه يا اما ما ينفعش يعمل عمليه. دي في مستشفى ايه؟ مستشفى العجوزه. العجوزه تمام. رحت بيه على مستشفى العجوزه جبت لهم الحاله وروحت رحت لهم بالليل بالاسعاف قال لك لا ما نقدرش نحجزه خده وهاته بكره. طب يا جماعه خلوه عندكم صعب نقل يعني صعب حرارته لان ده الحوض يعني السنتر الاساسي. رفضوا اضطريت ان انا اروحه تاني واشيله واطلعه البيت وتاني يوم نزلته. لما نزلت تاني يوم قالك لا انت لازم يقعد في البيت و لحد ما نشوف انت هتعمل ايه؟ هتعمل له عمليه ولا هنعمل له على نفذ الدوله ولا هتعمل ايه؟ قلت له طب ماشي اديني تقرير اجيبه لك على نفذ الدوله. قال لي ماشي خلاص روحوا البيت وبعد شهر يكون التقرير ايه؟ خلص. قلت له طب يا جماعه حاولوا يعني اعملوا له العمليه على ما اجيب التقرير. رفضوا. فكنت واخده رايح بيه على مستشفى الهلال. رفضوا ياخدوه عشان برضه 85 سنه. بس هم رفضوا يعملوا له حتى اجراءات العمليه حتى لو بال 2000 جنيه او بال 2000 ونص. هم محتاجين دي الفلوس دي تحت بند الاقامه. يعني حجز اوضه ويقعد ومصاريف وحاجات زي كده. وبرضه القرار هياخد شهر شهر ونص. طب شهر شهر ونص يا جماعه في راجل مسن مرحوم بقاله بتاع اسبوع او اكتر. كنا فاكرينه سليم على 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 كلام القصر العيني حرام يقعد كل ده. هو كل يوم بيصوت وبيعيط زي العيال الصغار من التعب. فانا مش عارف اعمل ايه بصراحه. انا تعبت مش عارف اعمل ايه. يعني يكون في عدل شويه، يعني حتى يكون في استثناء راجل عجوز قاعد بيعيط قدامهم اكيد احنا مش جايين نتدلع او اكيد هو مش بيتدلع. فمن باب الانسانيه ان هم يقوموا بالواجب باتجاهه. ما يستنيليش ورق واجراءات والكلام ده كله. من باب الانسانيه ان هم يعملوا له عمليه وعلى ما يفوق بالسلامه ويخف ويطلع من عندهم يكون ان شاء الله الورقه اللي هم عايزينه يكون جه. لكن مش هرميه في البيت وكل واحد يجرجرني على الثاني واحد يحدفني على الثاني وهو اساسا محتاج لاي حد يمسك بايديه. انا مش عارف بصراحه. نقله صعب حركته صعبه، النقل صعب لان كسر في الحوض مش في ايد ولا رجل بعيدها. يعني الموضوع واقف في ان ما فيش اي مستشفى راضيه تقبل ان هو يدخل. رجعت تاني البيت دلوقتي وبحاول اعمل له قرار على نفذ الدوله. طب اجراءات التقرير على نفذ الدوله ده ايه ظروفه؟ يعني في الناس متعاونه معاك ماشي الموضوع ولا برضه في صعوبات برضه؟ خدوا هم عملوا تقرير وقال لك بعد اسبوع التقرير هيطلع من المستشفى عندهم هيوصل للوزاره تقريبا. انهي مستشفى بالظبط؟ العجوزه. دي كانت نقطه مهمه بيسالوا عنها دايما هي مش موجوده فيه. هو سليم جدا بيمشي لحد قبل الحادثه كان بيمشي كويس جدا ما بيحب يعتمد على نفسه كل حاجه.